ده الدور السابع في مبنى عمارة، أعلى دور خالص في الكلية، عايشين حياتنا كلها هناك فوق، قاعات محاضراتنا، لاباتنا، أوضة الدكاترة، المعيدين، كل حاجة في أعلى في الدور السابع، ما بننزلش في أي حتة تاني غير بس الدور التاني عندنا كاملة فيه، فإحنا حياتنا كلها قاعدين في الدور ده. معاك الدفعات الأكبر منك، الدفعات الأصغر منك، بعد كده إن شاء الله كريدت، معاك الدكاترة المعيدين كلهم في وشك. فأنت أصلا دفعة قسم حسابات بتكون حوالي حاجة و70 طالب. فأنت أصلا هتحس في القسم اللي احنا كلنا عيله مع بعض، كل الناس في وشك، وشك في وشهم، 4 سنين وشك في وشهم، بتحس بجو اسري جدا في القسم الصراحه يعني. ودايما هتلاقي في ناس بتساعدك، سواء من الدفعات الاكبر منك، سواء المعيدين، سواء الدكاتره، خصوصا الدكاتره سنهم صغير شويه، كل دول هتلاقيهم بيساعدوك، والقسم يعني حياه فيه لذيذه جدا يعني. ماشي، قسم حسابات بالنسبه للمشاريع فيه هو تقريبا اكتر قسم فيه مشاريع بعد عماره، اكتر قسم شغال عملي بعد عماره. كل ماده في القسم بتاخدها فيها مشروع، مواد بره القسم مؤخرا بقى بيعملوا فيها ايه كمان مشاريع، فاحنا المشاريع في القسم كتيره جدا. طيب انا دلوقتي ايه المهم عندي، ان اعمل مشروع الماده ولا ان اذاكر؟ قسم من الاقسام السهله اللي انت تجيب فيها تقدير، مش قسم صعب، امتحاناته مش صعبه، فبالتالي مجرد شويه متابعه بسيطه مع الدكاتره ومع المعيدين خلال الترم مع مذاكره خاصه شد ساعه الفاينل، ده كفيل جدا تجيب جيد جدا او امتياز. فبالتالي ايه المهم عندي اكتر؟ المهم عندي ان انا اشتغل في بروجكت، عشان ده فعلا اللي بيعلمك مجال حاسبات، ده بيخليك متخرج من القسم مؤهل لمجال العمل من غير ما تعمل اي شغل زياده يعني، غير شويه انك تكون مركز في مشاريعك. ماشي، شيل ده ولا تمام. بالنسبه للسيلف ليرنينج، ده اهم حاجه في قسم حسابات. قسم حسابات شغال بمبدا العصفوره، اللي اول ما عياله يفقسوا كده زقهم على الشجره وقول لهم طيروا. القسم بحاجات كتيره جدا 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 هو مش بيعلمها لك، هو بيقول لك اشتغل بيها على طول. يعني انت تلاقي بروجكت يقول لك اشتغل اعمل لي مثلا ويب سايت، او اعمل لي موبايل ابلكيشن، او اعمل لي كود مثلا بيعمل اي حاجه. طب هل انا درست ازاي اصلا بعرف اعمل ويب سايت؟ لا. ازاي بعمل موبايل ابلكيشن؟ لا. انت مجرد تاخد في اول سنه مواد بيزكس بروجرامنج تخليك تقدر تتعلم اي لغه برمجه بعد كده بمنتهى السهوله. فانت كل حاجه بعد كده في القسم تعتمد على السيلف ليرنينج، اي مجال عايز تشتغل فيه، اي حاجه عايز تفهمها كويس، معتمد على السيلف ليرنينج. تمام. طيب كم نصيحه كده ممكن اقول لكم في الفتره دي دلوقتي، زي ما قلت لكم انتوا كل حاجه معتمده على السيلف ليرنينج، كل حاجه يقول لك اشتغلوا على طول. فانتوا دلوقتي اللي منكم ناوي على قسم حسابات يحاول في الاجازه دي ياخد فكره عن سي بلس بلس، انتوا المفروض درستوها في اولى في اعدادي قصدي، بس حاجات بسيطه، حاول تعلم نفسك شويه فيها، عشان انت هتلاقي نفسك في اول اسبوع خالص في القسم داخل في اللاب يقول لك اكتب لي الكود ده وش كده. فانت محتاج انك ايه تاخد بس زي اوفر فيو كده على سي بلس بلس، تحاول تجري فيه قد ما تقدر، ده هيساعدك بكتير قوي في الكليه، هيخليك وانت في اول ترم كده الكلام كله انت فاهمه ومش محتاج فيه شغل كتير. تمام. بعد كده طول ما انت شغال في السنين هتحتاج مثلا وانت في سنه ثانيه، في الاجازه اللي في سنه ثانيه تحتاج تذاكر، هتحتاج تذاكر ويب او تذاكر موبايل ديفلوبمنت وانت كده في الاجازه بسنه تانية. بعد كده على حسب بقى المجال اللي انت حابب تشتغل فيه في قسم حسابات تبدا تاخد فيه كورسات زياده، المجالات دي هتكلم عنها قدام شويه. ماشي، نيجي للمواد اللي بناخدها في القسم، ده المفروض المواد بعد التعديلات اللي حصلت في اللائحه الجديده. اول سنه في اولى انت بتاخد مادتين بس من القسم في كل ترم، اللي هي اللوجيك ديزاين تاخدها في ترم اول وترم تاني. الترم الاولاني بتاخد ماده اسمها بروجرامنج تكنيكس، دي اللي هي سي بلس بلس والكلاسز والاوبجكتس والكلام ده كله. والترم الثاني بتاخد داتا ستراكشرز والجوريزم، اللي هو ازاي بسيف الداتا بتاعتي، ايه اشكال اللي ممكن اسيف فيها الداتا بتاعتي استخدمها، والالجوريزم عشان اقدر احل المشاكل يعني بتقابلني في البرمجه وكده. بعديها بقى مواد كلها من بره القسم، سيركتس بتاخد كورس ماس، بتاخد فيزكس، بتاخد كورس مدني، بتاخد برزنتيشن سكيلز، والترم الثاني تاخد ريبورت رايتنج، هتاخد مادة ميكانيكا، هتاخد انتنة، ده يعتبر كورس فيزيكس برضو، النيوميريكال اناليسيس ده كورس ماس برضو، وتاخد الكترونكس. دي كلها مواد من بره القسم تعتبر او مواد عامة. معلش ارجع حاجة تانية. مادة اللوجيك ديزاين دي البيز بتاع الهاردوير، هي دي 0 وال 1 الاند والاور والنوت جيتس اللي خدناها بكده في ثانوية عامة. دي البيز بتاعها يعني بعد هتعلى يعني معايا، فدي محتاج تفهمها كويس لو انت ناوي على الهاردوير، ده البيز بتاعك. البروجرامنج طبعا ده ستراكشر، ده اهم حاجه في حياتك، انت مهندس حاسبات يعني انت عايش على كود، اي مجال اشتغلت فيه انت اكيد بتكتب كود،
بسي بلس بلس بايثون بجافا بروبي بايثون بي اي حاجه بي اتش بي كل حاجه في الاخر كود. فده اللي هيعلمك البيزك بتاع كود. نيجي في سنه ثانيه نخش على ليفل زياده. انا كنت واخد مادتين بس من القسم في سنه اولى، اخد ثلاث مواد بقى في كل ترم. اخد مايكرو بروسيسورز، ده تعتبر الليفل الاعلى في الهاردوير، الليفل الاعلى من اللوجيك زايد. ده ابدا ادرس بروسيسور من جوه ازاي بيشتغل، بدرس لغه برمجه معايا اسمها اسمبلي، دي اللي بتتعامل مع الهاردوير، وبدرس بعد كده بقى مكونات البروسيسور كله من نفسه من جوه، يعني عامل ازاي، اي انستراكشن بديها له بينفذها ازاي. اخد داتابيز، طبعا اي حاجه في الدنيا عندي اكيد فيها داتابيز بسيف فيها الداتا بتاعتي. اخد الجوريزم ليفل اعلى يعني من الجوريزم اللي خدتها في سنه اولى. اخد الكترونكس تاني، اخد كورس ماس لو بروبابيلتي، اخد ماده قسم باور، واخد بروجكت مانجمنت. الترم التاني اخد ماكس سيرفيس برده، اخد ماده اسمها ادفانسد بروجرامينج تكنيكس. دي بيبقى ايه، ماده عباره عن حبه توبكس كتيره جدا عن البروجرامينج، وكل اسبوع بتعمل برزنتيشن عن توبك فيهم تاخد بس فكره عنه. في اوبريتنج سيستمز زي اللي هو اللي عارفين هو مثلا ويندوز ده اوبريتنج سيستم، في حاجه اسمها اوبونتو، في حاجه اسمها ماك، في كل دي اوبريتنج سيستمز. بتعلم ازاي الاوبريتنج سيستم اللي مشغل الجهاز بتاعك بيفهم كلامك، بيقسمه ازاي، بيشغله ازاي، بيعمل كل حاجه ازاي. ناخد الكترونكس، هناخد كورس ماس تاني لود سكريت ماس، هناخد سيجنالز، دي بعبع القسم، دي ماده من الاتصالات بننجح فيها بالعافيه، الدكاتره بتوع اتصالات معقدين وبيجوا يرفونا، فيعني اهتموا جدا بالماده دي تاخدوها ان شاء الله عشان يعني دي ياما سقطت ناس. وفي ايكونومكس، دي ماده برده عامه يعني مالهاش دعوه بالكليه. سنه ثالثه دخلت الليفل اللي بعده، بقيت باخد اربع مواد في كل ترم من القسم. اخد كمبيوتر اركتكتشر، ده الليفل الاعلى في الهاردوير، اخد بقى الكمبيوتر كل حاجه ليها علاقه بيه بقى، افهم كل الهاردوير بتاع الكمبيوتر ده عباره عن ايه، ودوري اصلا في البروجكت بتاعه اللي انا بعمل بروسيسور اصلا، ده البروجكت بتاع الماده دي. اخد ماده اسمها في ال اس اي او فيري لارج سكيل انتجريتد سيركتس، دي ماده ما بيننا وبين اتصالات، اللي دي اللي بتعلمك ازاي تقدر تعمل ديزاين بتاع الديش الكترونكس اللي هي الاي سي، الحاجات الصغيره دي، دي اللي هو مجال ديش الكترونكس، ده البيزك بتاعها، ده مجال ما بيننا وبين بين اتصالات. ناخد سوفت وير انجينيرنج، دي تعتبر ماده نظري، بفهم ازاي لما يكون عندي بروجكت اقسمه ازاي، اكون المفروض مطلوب مني كل فتره اطلع حاجه عامله ازاي، الريبورتس المطلوبه عامله ازاي. طبعا اهم حاجه في الكود ان انا اصلا بعمل ريبورت، اهم من الكود اي حاجه اعملها لازم اعمل لها ريبورت تشرحها بالظبط عشان اللي هيشتغل بعديه يكون فاهم الدنيا، عشان الكلاينت بتاعي يكون فاهم الدنيا، فكل حاجه بتحتاج ريبورتس. فده ناخده في سوفت وير انجينيرنج. وناخد كورس اختياري، ده اتكلم على الاختياري في الاخر. هناخد كورس اسمه Introduction to Number Theory، ده انا اول مره اسمع عنه الصراحه، ده لسه في اللائحه الجديده احنا ما خدناهوش، فمش عارف ده عباره عن ايه، بس ده ستيل كورس ماس يعني مش حاجه غريبه. هناخد ماده من اتصالات اسمها Communication Engineering، وهناخد ماركتنج. الترم الثاني هناخد Embedded Systems، Embedded Systems دي كانت ماده اختياري في رابعه، بقت دلوقتي اجباري في ثالثه. ده اللي هو مهندس اتكلمكم عن اتصالات قال لكم عن مجال Embedded Systems، ده اللي هو Combination ما بين الهاردوير والسوفت وير، لو عندي حاجه هاردوير قدامي بكتب كود احركها. انا درست الماده دي دلوقتي بقت اجباري في ثالثه. هناخد سايبر سكيورتي اللي هو السكيورتي بتاعه الكمبيوتر، يعني ازاي يبقى عندي ويب سايت مثلا مامن المعلومات اللي فيه، عندي سيستم بتاع بنك محتاج امن الحاجه اللي فيه، ده سايبر سكيورتي. هتدرسوا الجريز بتاعه السكيورتي يعني وكده، دي برده كانت ماده في رابعه بس كانت اجباري يعني بقت في ثالثه. كمبيوتر جرافيكس دي كانت ماده من ثانيه وطلعت ثالثه، ده هندرس فيها البيزك بتاع الجرافيكس، اللي انا مثلا عندي اي حاجه فيها جرافيكس، نفترض مثلا زي البرومب بتاعت العماره ولا مدني الاوتوكاد والكلام ده كله، كل ده فيه مودلز قدامي في جرافيكس، في حاجات كتيره هم بيحركوها بيعملوها، مين اللي بيعمل التولز دي؟ اكيد مهندس حاسبات اللي بيعمل اي تول في الدنيا. في كورس اختياري تاني ايه؟ اللي هو يعني واحد انا بتكلم دلوقتي عن جرافيكس ايه؟ اوكي. في الاخر اقول مجالات الشغل، اقول ايه الاقوى من حاسبات يعني اتصالات وحاسبات، اقارن بينهم شويه في مجالات الشغل المشتركه بينهم. هقولها في الاخر يعني الكلام ده. في كورس اختياري تاني برضو هتكلم اختياري كله في الاخر. في كورس كنترول، ده برضو من كورس من اتصالات. في كورس تاني متخصص في كوميونيكيشن انجينيرنج. وفي كورس اسمه بزنس ومانجمنت، ده اول مره اسمع عنه برضو صراحه، ده لسه برضو في اللائحه الجديده. نيجي بقى سنه رابعه. هناخد ماشين انتليجنس، وهناخد ده طبعا كلها خاص مواد من القسم بقى في سنه رابعه. هناخد نتوركس، هناخد ادفانس داتابيز، هناخد يبقى عندي كورسين تانيين اختياري. هناخد ماده اسمها كونسلتيشن، كونسلتيشن دي اللي هو القانون، ده هو الدكتور بتاعنا، الدكتور مؤسس القسم عندنا هو شغال بره في الاستشاري وكده، فبيدرس لنا القانون بالعافيه.
ما حدش فينا فاهم المادة لازمتها ايه، بس هندرسها بالعافية. وطبعا اهم حاجة مشروع التخرج، هندرس برضو ماشين ليرنج الترم التاني، هندرس كورس تاني نتوركس بس المرة دي وايرلس. هناخد كومبايلرز، الكومبايلر ده اللي هو بيقرا الكود بتاعي يحوله لحاجة كود الكمبيوتر يقدر يفهمها، هو ده كومبايلر. برضو في كورسات اختياري تاني هتكلم عنه دلوقتي السلايد الجاية. ماشي، دلوقتي الاختياري اصلا احنا بالنسبه لنا في اللائحه القديمه كان عندنا ماده واحده اختياري في ثالثه ومادتين اختياري في رابعه في كل ترم، تمام؟ الكورس من بره مكتوب عليه الكتف كورس، لكن في الحقيقه واحنا بناخده اجباري. ليه؟ الاستاف بتاع القسم قليل، دكاتره قليلين، معيدين قليلين، فبالتالي مفيش كورسات كتيره متاحه اللي هي تتدرس. فدي الكورسات اللي مكتوبه دلوقتي انها من ضمن الكتف كورسز اللي انت ممكن تختارها، والكورسات دي احنا برده درسناها. فهتلاقي حب من الكورسات دي فتحت لكم في ثالثه تختاروا منها، او ممكن تلاقي كورس واحد بس مفتوح تاخدوه غصب عنكم وباقيكم يكونوا في رابعه. ممكن في حاجه او اتنين جديده غير الليست دي، الله اعلم ايه هما بالظبط، بس استيل في الاخر يعني ايه، ما تفتكروش انتوا بقى عندكم لسته كبيره وتختاروا منها، عشان زي ما بقول لكم العدد محدود باسم الدكاتره والمعيدين. طيب ايه مثلا الكتف كورس اللي احنا كنا درسناها؟ مثلا ايمج بروسيسنج، ده اللي هو الليفل الاعلى بقى من الجرافيكس، او ده يعتبر اكتر ايه ماشين ليرنينج، اللي هو بقى عندي صوره الكمبيوتر يقدر يفهم الصوره دي فيها ايه، الصوره دي فيها بني ادم، فيها كرسي، فيها موبايل، فيها كلب مثلا، فيها قطه، ده ايمج بروسيسنج، ده ابلكيشن ايمج بروسيسنج. مالتي ميديا، ده كان كورس مجرد بس بتعلم ازاي بسيف الداتا اللي عندي سواء ايمج او اوديو او فيديو، وازاي بنقلها بين على النتورك يعني. في كورس اسمه موديلنج وسيميليشن، ده يعني بدرس فيه ازاي لما يكون عندي سيستم في الدنيا، سيستم موجود يعني في الحياه مثلا ايكويشنز او حاجه زي كده، ازاي بقدر اعمل سيستم يعمل لها موديل على الكمبيوتر، بحيث لما اكون عايز اجرب حاجه مثلا عن تجربه عايز اعرف تعمل ازاي، مش مثلا التجربه دي لو عملتها في الواقع ممكن تاخد مع سنه على ما على النتيجه تطلع لي، فانا مش هخلص. فبحاول اعمل سيستم صغير شبهها على الكمبيوتر ورن السيستم ده فيطلع لي حاجه تقريبا هتبقى عامله ازاي في وقت قليل. ده يعتبر اختصار الكورس موديلنج وسيميليشن. في كورس سوفت وير تيستنج، ده اللي هو طبعا اهم حاجه، انا كتبت كود هل اروح اديه للكلاينت على طول؟ هلاقي فيه مصايب، هلاقي فيه باجز، مفيش كود في الدنيا بيشتغل من اول مره، مستحيل. دايما اي كود بيتعمل لازم يعدي على تيم التستنج يتاكد من كل حاجه شغاله فيه صح، بعد كده نعمل ريليس. فهتاخد كورس ازاي بتعمل تستنج للسوفت وير بتاعك. في كورس باتر كوجنيشن، ده يعتبر من ضمن الحاجات تبع ماشين ليرنينج. ده كان مثلا المشروع بتاع ماده زي كده، كان انا عندي صوره فيها كلام بالعربي، صوره انا عليا ان انا اخد الصوره دي واحولها لفايل تكست في نفس الكلام بالعربي. فباختصار الماده دي عباره عن عندي باترن بيتكرر، اعرف افهم الباترن ده بيقول ايه، اعرف اخد اكشن بناء على الباترن ده وهكذا. ده كورس باترن كوجنيشن، ده يعتبر من ضمن المجالات الماشين ليرنينج. في مجال البيج داتا، البيج داتا دلوقتي ده من ضمن المجالات القويه المهمه جدا. البيج داتا اللي انا عندي مثلا اي بنك او اي مصنع او اي مثلا سوبر ماركت او حاجه، اي حاجه بيعملها بيسجل الداتا بتاعتها. طيب الداتا دي انا المفروض عايز استفيد منها، فعندي كميات مهوله جدا من الداتا. زي مثلا فيسبوك، هو دلوقتي بيقعد يسجل الداتا بتاعتك صح، يفهم انت بتعمل ايه، بتحب ايه، بتكره ايه، بتاع. طيب لما انا اخد الداتا دي كلها اقعد اناليزها افهم بالظبط انت بتحب ايه، بتعمل ايه، فروح متارجت مثلا اعلان معين يظهر لك عشان اعرف انك بتحب الحاجه دي. او مثلا لو انا سوبر ماركت بشوف الشخص بيشتري مثلا لبن بيشتري سيريلاك، مثلا عنده اطفال بيشتري سيريلاك، فانا اعمل ايه، احط اللبن جنب سيريلاك بحيث ان انا بدل ما اقعد ادور لا هو مشتري لبن انا عايز سيريلاك صحيح اروح جايب بالمره. فحاجات زي كده تخليني اعلي مبيعات بتاعت السوبر ماركت. ده يعني بعض اكزامبلز للحاجات اللي بتجينا بجد. في ماده جديده نزلت برده اسمها روبوتكس، الماده دي انا ما درستهاش، بدات تدرس في الماده في الدفعه اللي بعديها دفعه 2021. دي كانت ماده ماجستير ونزلت في سنه رابعه. الماده دي بتدرس فيها الحياه بتاعت الروبوت بقى، اللي انا دلوقتي عندي روبوت، يعني تدرس روبوت مش كهاردوير، تدرس روبوت كماشين ليرنينج، اللي انا عندي روبوت قدامي عايزه يبقى يتعامل زي بني ادم، يكون مثلا معدي يشوف مثلا الباب مفتوح فيقدر يقول الباب مفتوح يروح ماشي، يشوف بني ادم جاي عليه يعرف البني ادم ده مين. تدرس الروبوتكس بس من ناحيه اللي هو ايه الماشين ليرنينج فيها، اللي هو التطبيق العملي على الروبوت مش اللي انا اعمل الروبوت نفسه، تمام؟ دي بعض المجالات بتاعت قسم حسابات. اول حاجه واشهر مجال دلوقتي الناس كلها عارفاه اللي هو مجال الذكاء الاصطناعي، ماشين ليرنينج او ارتفيشال انتليجنس. المجال ده منتشر جدا، اللي انا ايه بعلم الكمبيوتر حاجه عشان يعملها بدل البني ادم. مجال الميد سيستمز، ده مجال مشترك ما بيننا وبين الاتصالات.
اللي هو قلنا اللي هو مزيج بين اتصالات وحسابات، ما بين سوري بين هاردوير سوفت وير. بس مهندس حسابات بيبقى اقوى في الكور في المجال ده. ليه؟ لان المجال ده بالذات في مصر الشغل كله فيه سوفت وير مش هاردوير، واحنا احسن من اتصالات في السوفت وير، فانا بكون متاسس اقوى لمجال زي ده. لو انا هتكلم على هاردوير اتصالات احسن مني، لكن انا بقول ان معظم شغل الامبيدد هو امبيدد سوفت وير انجينيرنج سواء في مصر او معظم كده شغل بره مصر. فبالتالي مجال زي ده لو انت عايز تشتغل فيه حسابات احسن. مجالات الويب ديفلوبمنت وموبايل ديفلوبمنت، ان انا بعمل ويب سايت او بعمل موبايل ابلكيشن. في مجال الجيم ديفلوبمنت اللي انا بعمل الجيمز، بس المجال ده للاسف مش قوي في مصر او تقريبا ملوش شغل في مصر. وانت عايز حابب تشتغل في حاجه زي كانك تعمل العاب او تعمل حاجه زي كده، دور على شغل بره مصر على طول، ما تفكرش كده في شغل في مصر الا لو انت عايز تعمل ستارت اب في المجال ده. شوف الناس اللي حابه المجال ده يعني وتعمل معاهم ستارت اب سوا. مجال السايبر سكيورتي اللي هو زي ما قلنا ان انا اي سيستم في الدنيا محتاج امنه كويس، فمين اللي بيامن الكلام ده؟ مهندس سكيورتي. المجال ده من اقوى مرتبات جدا في المجال في السالاريز، بس شغله قليل جدا وصعب جدا. فاصلا مجالات عمل قليله، بس لو انت متميز جدا فيه وعرفت توصل فرصه تعمل فيه هتوصل سالري عالي جدا. السالاريز اصلا في قسم حسابات تعتبر المينيمم 7 8 الشركات اللي متوسطه، شركات انترناشونال 10 12 ممكن تبدا ب 15 كمان كستارت. بس طبعا عشان توصل حاجه زي كده محتاج تكون مشتغل على نفسك وتكون قوي جدا في المجال. مجال الاي تي طبعا اي شركه دلوقتي في الدنيا او اي حاجه في الدنيا دلوقتي عندها سيستم الموظفين مثلا بتوعها بيشتغلوا عليه. طب مين بيعمل السيستم ده؟ مين اللي بيتابع السيستم ده بيصلحه وبيظبط الاجهزه للناس والكلام ده؟ مهندس الاي تي اللي في المكان ده، مهندس الاي تي في البنك، مهندس الاي تي في الشركه، مهندس الاي تي في اي حاجه. ده اللي بيعمل السيستم اللي الناس بتشتغل عليه انترنال يعني. مجال البيج داتا اتكلمنا عليه، اللي انا عندي داتا كبيره جدا عايز احللها واستفيد منها واطلع بحاجه اقدر استخدمها من الداتا دي. مجال النتوركس ومجال الديجيتال ديزاين دول برده مشتركين ما بيننا وبين اتصالات، بس اتصالات اقوى مننا فيه، بس ستيل بندرس المواد في قسم عندنا. اسئله؟ اتفضل. طب ثانيه كده الله بس المايك. لو محتار بين اتصالات وحسابات الاحسن انك تركز تبص دلوقتي شويه على البروجرامنج. هتبص على البروجرامنج على سي بلس بلس. لو انت شايف انك بروجرامنج انت حابه وحلو بالنسبه لك خش حسابات. لو انت مش حابب بروجرامنج قوي مش مشدود قوي او مشدود اكتر حاجات الهاردوير خش اتصالات. ايه؟ مواد اتصالات وحسابات لا، لو خدت لك ثالثه ورابعه هتلاقي في اختلاف كبير. المواد اللي ما بيننا ما بدت في اولى مثلا قلت لك خدت الكترونكس خدنا ثانيه. لو هنتكلم مثلا عن سنه اولى انت خدت الكترونكس خدت كوميونيكيشن خدت الكلام ده كله ده خدته في اتصالات وحسابات، بس الكلام ده مش مهم.